بيقول انه ليه القاضي بيفند ليه؟ معانا الاستاذ عبد الفتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عبد الفتاح. اهلا بيك فندم. يا استاذ عبد الفتاح، يعني حضرتك يعني دي يعني خطوه تثير التعجب والدهشه والقلق برضو، يعني الراجل في ايه ولا في ايه؟ حضرتك فنت بصراحه، انت عندك حق في حاجات كتير، بس يعني هل ده وقته؟ وتقول لنا بقى انت فنت القضيه وبتطالب باحالتهم للصلاحيه ليه؟ اتفضل. بالنسبه ل ايوه فندم، اتفضل. بالنسبه لموضوع طلب احالته للصلاحيه، احنا مش بنتكلم على كفاءته، لان هو كفاءته دي مش داخل نقاش تماما، هو خارج النقاش، مفروغ منها طبعا. مفروغ منها. وعلى مستوى قضاء العمر القضائي الطويل، كان هو سبب جدارته في كل القضايا اللي اتحكم فيها. لكن انا بتكلم قدام قضيه قرن، قضيه هتبقى مناره للعالم العربي والافريقي والاسلامي، ازاي نتعامل معه. اما اجي هنا بقدم الصوره، انا اللي بتكلم محاكمه، بتكلم صوره القضاء المصري بتاعنا. اول حاجه فيها ان هو سمح للرئيس المصري، الرئيس المخلوع بعد اذن سبيل المخلوع، لانه ترك السلطه كرها وليس طوعا. سعيد قوي لما نيجي نفصل عليه نقول عليه سابق، سابق ايه؟ هو انتهت ورقته ومشي؟ ده هو طرد من الخدمه، طرد كفايه ذل وعذاب. اما يجي هذا الرجل الذي كان بيضع قدمه على الشعب الاحمر، يجي يحضر الجلسه مستلقي على ظهره وقدم مفاجئ المحكمه والمحامين والجمهور. انا بتكلم عن وضعه، خلينا وضعه تعبان حسب التقرير اللي قاله وزير الصحه والدكاتره اللي قدموا تقارير طبيه، بيقولوا البنكرياس بتاعه فيه سرطان. ليه دخل البنكرياس بالعمود الفقري؟ ايوه، يعني هو قبل الجلسه بيبقى قاعد وماشي على رجله، يجي يخش جوه ينام ورجله في الشنة. انا بتكلم الوضع الطبيعي ان يبقى فيه احترام المحكمه. رجله في الشنة ازاي يا استاذ عبد الفتاح؟ يعني ايه رجله في الشنة؟ يعني دلوقتي لما بيجي يقعد وهو قاعد على المكان وهو نايم، رجله بتبقى في مواجهه المحكمه وفي مواجهه المنصه وفي الوجه ده كله. ايه التقرير الطبي اللي يسمح له ينام ما يقعدش؟ الراجل الطاغيه اللي اذل مصر كلها. ايه كرامات ربنا اهانه؟ انا اكرمه واخليه يرفع رجله تاني وقدمه تاني في وجه مصر كلها؟ طب ليه ما يقعدش؟ العمود الفقري بتاعه ما فيش تقرير طبي بيقول فيه ان هو فيه اي اصابه، لا في سرطان ولا التهاب ولا اي حاجه خالص، ولا اي فقره من فقراته. ينام ليه؟ ده لو واحد بقى يقع سجاير عملها هيعاقبه في الجلسه، هيبقى في جريمه من جريمه الجلسات. طب خلينا هو تعبان، طب ما يقعد على الكرسي متحرك. ايوه، ايه اللي يمنع؟ يعني اول ما عنديش تقرير طبي بيقول ان هو عمود الفقري فيه حاجه، ثانيه حاجه ان لو عنده فيه تقرير طبي كان يثبت الهزيمه الحزنه ان الاصل فيه انه هيقعد، يمكن مش قادر يصلب دماغه فنايم. النقطه الثانيه، يعني مش كفايه بقى انهم علينا 30 سنه؟ يعني كفايه انهم علينا 30 سنه كمان هينام وجزء وكمان قدم في وشنا. المهم السبب الثاني غير مفهوم. حضرتك خدي بالك من الركن بتاع حبيب عدلي. ايوه، حاجه مهمه جدا. قاعد في صف والمساعدين في صف، احنا في وزاره الداخليه بنعملها في السجن، فين المساواه؟ هل انا بجعله يصف منفردا لوحده وهم مرقوصين حواليه ينتظروا تلقي الاوامر؟ حتى يعني انا بتكلم وهم خارجين وداخلين يوقروه ويقدروه، لكن انا بتكلم في قفص اتهام. المتهمون متساوون، ما ينفعش بالمره ياخد له صف وهم ورا صف. دي دلالها ايه؟ ان هو لسه بيبعت صوره للشعب المصري باكمله، ان لسه هو محافظ على سلطته بينه وبين الرؤساء المرسين بتوعه. طب انا ما بتدخلش ده اعملها. ده في ظباط، في ظباط ضربوا له سلام وهو داخل وقاعد بيضحك من هنا لهنا. لا ده لسه كمان حضرتك المفارقه الثالثه، المفارقه الثالثه ان هو يعني حاطط الرئيس ولاده في ناحيه. ما انا بقول لك احنا لسه في نظام داخل القفص، نظام اللي بيقول اسقطناه، هو الرئيس وولاده في ناحيه والوزير وبردك في ناحيه. خلينا في النقطه الثالثه بتاعت السبب هذه الدعوه. مهمه جدا. انا دلوقتي المحامي المتهم كان دفع جميل وبيقول ان الدعوه اللي حلها المستشار عبد السلام الجمعه رئيس الدائره السابق قضيه حبيب العدل لقضيه قتل مبارك، بيقول ان دي باطله لانه كان اصلا مردود. أيوة. في اعتقاد ذهن البعض يقول لك اصل اما ردوا عبد السلام جمعه كان مقصود بيها ايه؟ تروح دايره ثانيه. طب ما راح دايره ثانيه يبقى عايزين ايه؟ لا الكلام ده غلط. لان هنا في حاجه اسمها اتصال المحكمه بالدعوه. اتصال المحكمه بالدعوه ده من النظام العام،
فلا يجوز تصوري لو مشت المحاكمه على هذا الاساس بعد سنه سنتين هتروح النقض وهيتلغي الحكم ويرجع يقول لك اصل القضيه ما حلتش صح للمحكمه. فيبقى هنيجي نرجع من جديد عشان نسمع طيب. كل هذه الاجراءات وهنسمع وفرق كل هذه الاحراز ونسمع كل هذه الشهود. طب هل يا استاذ عبد الفتاح انا عايز اسال حضرتك، هل لو حضرتك في نقطه رابعه؟ نقطه رابعه مهمه فضل. جدا. اتفضل اتفضل. انت حضرتك اما بتيجي تصنفي اي مواضيع اذاعيه او بنحط ايه النقط المتشابهه مع بعض. ايوه. اللي دخل القتل مع المال العام. ايوه. كلا الواقعتين سيف ويؤثر بعضهم على بعض. هل متصور بعد ما قعدنا ننظر ودي بقت مسألة عامة بننظر أدلة القتل وشهود القتل وهنقعد نحقق فيها دي مش هتطغى على وقعة المال العام؟ ليه ما فصلهاش لحد ايه وجه الارتباط؟ ان النيابة والقضاء يعرف مسمى اسمه ايه؟ نسخ صورة من الدعوة وتحديدها للواقعة كذا. ليه احنا بنحطين وقعة المال العام مع هذه الواقعة؟ ما نفصلها ونخليها لوحديها. يعني ايه وقت؟ ده أحكام قانون. بعد إذنك نقطة أخيرة. اتفضل. الفرق بين حكم قانون وحكم قاضي. المادة 123 وجابت بتتكلم ايه؟ ان احكام القانون اعلى من حكم القاضي. يعني احكام القانون لو خالفتي حكم القانون مباشرة تتحبسي، اما لو خالفتي حكم قضائي يقول لك لازم انظرك الاول عشان يبقى عندك علم بيه. انا بتكلم انا على احكام القانون، ليه احكام القانون ما بتنفذش؟ فين اتصال المحكمة بالدعوة؟ فين هيبة القضاء وهو حاطط رجله في وشنا؟ فين هيبة القضاء والتمييز؟ رئيس في ناحية ووزير في ناحية، وبعدين وزير في صف والمستعدين في صف. أنا بتكلم والله يا أستاذ عبد الفتاح، يعني أنا متفقة مع حضرتك في نقاط كثيرة من اللي أنت بتقولها، وشيء بيشعرنا بالإساءة وبصراحة بالغضب إننا نلاقي في أفضليات وفي معاملة معينة يعني بتساهل وتغاضي عن أشياء كثيرة، لكن هل لا يمكن طرح هذه النقاط بدون قضية؟ يعني نقول مثلا إنه بتطالب بذلك، لأن أنا خايفة من حاجة إن حضرتك لو قبل الطلب بتاعك هنبتدي بقى المحاكمة من أول وجديد ونبتدي تتعاد ونقعد لنا فيها سنتين كمان. فإيه الموضوع بقى؟ إيه رأي حضرتك؟ يعني هترجعنا تاني لو رفض يعني لو قبلت الطلب بتاعك وتغيير يعني والمناقشة في صلاحية الهيئة أو لماذا قبلت بهذه الأوضاع؟ هل هيبتدوا القضيه من اول وجديد بقى؟ بس اذن حضرتك ده لو تنوا على هذا انت حضرتك شهرين ثلاثه تضيعوا مننا، لا ده كده هتروح النقض وهترجع تاني، يبقى أيوه. ناخد لنا في سنتين أيوه. عالج السنتين دول قبل ما يبداوا ولا أيوه. ولا تاني حاجه أيوه. هو لو قبل هذه الاوضاع صح دلوقتي ايه المشكله؟ أيوه. يبقى الدعوه هتنتهي، انا كنت عايز اطلب منها أيوه. اعاده الاحترام اصلا بالسلطه القضائيه قبل الشعب. ايوه اصلا القضاء بيعامل بمعامله راقيه جدا يعني بيعتبر زي الملائكه بيمشوا على الارض، فما ينفعش أيوه. حد يحط رجله في وشه ولا يحصل تمييز وهو شايفه ما يتدخلش. انا اامل ان هو يعدل هذه النقاط ومفيش أيوه. مانع تماما نتنازل عن الدعوه، احنا عايزين نعيد أيوه. الكرامه والهيبه للقضاء أيوه. يعني غير متصور يحط رجله في وشه، طب ما يقعد على كرسي أيوه. او يتعدل زي صف المتهمين ويبقى رجله في الحيطه ووشه للمحكمه، ليه رجله أيوه. في وشنا كلنا؟ صحيح انت بتتكلمي على حضرتك محاكمه بيراها العالم صحيح الطاغيه وشه رجله في وشنا، ما ينفعش الكلام ده. لا وهو الحقيقه كان في تساهلات الحقيقه امنيه كمان فيما يختص بهذه المحاكمه، يعني يمكن مجرد اننا بنفتح الموضوعات دي اننا نثير انتباههم، لان تحت ضغط الحق اللي بقى ما يحدث في قاعه المحكمه والله يكون في عونه المستشار احمد رفعت، تحت هذا الضغط الشديد والمشاجرات والتراشق بالأحذية والهتافات والخلافات والاعتداءات اللي بين المحامين وبين أهالي الشهداء وبين أبناء مبارك، يعني الجو العام في المحكمة الحقيقة كان جو مؤسف جدا، فأعتقد يمكن محدش التفت لهذه التفاصيل الدقيقة اللي حضرتك قلتها، وفعلا إحنا بنرفض أن يبقى قدم مبارك في وجه العالم كله ووجه العدالة المصرية. بنشكرك أستاذ عبد الفتاح.